تدخل لك اخر تدخل ديالي حول البنايه ديال المستشفى الجديد. كنبغي نقول على المعلومات اللي كنتوفروا على حنا كفاعلية المجتمع المدني او لك الاخوان ديال الصفحات الفيسبوكيه الناشطين ان هذا المستشفى يعني هذا المستشفى الجامعي كترصد لي غلاف مالي ديال 250 مليون درهم اي 25 مليار. المساحه ديال البقعه ديالو 17 قطار اي معدل ديال 250 سرير، وهذه معلومات متدقق منهم اكدين منها، والبقعه غادي تكون حدا مرجان على حساب لسان ديالهم. ولكن السؤال المطروح يعني الجهات المسؤولة، هل ساكنة المحمدية سوف تستفيد من هذا المستشفى الجامعي؟ ونحن نعرف أن القطاع الصحي لا بد بأنك تمر على أولا المستشفى الإقليمي ثم المستشفى الجهوي ثم المستشفى الجامعي. نطالب المسؤولين بتسهيل الولوج مأمورية ساكنة المحمدية إلى المستشفى الجامعي الجديد إن شاء الله. ننتقل الآن للسي صالح، نكون عارفوا الحلول والاقتراحات، خاصة وأنكم أنتم كجمعية أصدقاء المستشفى الإقليمي للمحمدية. بسم الله الرحمن الرحيم. أولا جمعية أصدقاء المستشفى الإقليمي المحمدية نشأت باش عندها عدة حلول في المستشفى، لهذا أصبح لزاما علينا اليوم فهم الأدوار الأساسية التي يمكن منظمة المجتمع المدني أن تلعبها في عملية التنمية حتى تتمكن من صياغة البرامج الملائمة لمشاركتها في كل مراحل العملية والتنموية، وبالتالي لا يجوز تحميل منظمة المجتمع المدني نتائج السياسات الوطنية والرؤية التنموية التي تقع ضمن مسؤولية الدولة أو انعكاسات سياستها وغياب أنظمة التي تحمي المجتمع المدني منها، كما أن تنامي دور منظمة المجتمع المدني مع ازدياد الحاجة أو انخراط في الجهات الإضافية في مهام وبرامج تنمية لا سيما بعد قصور الدولة وأجهزتها ومواردها عن تلبية احتياجات الوضع الصحي بالمحمدية. إذن لهذا حيث أصبح لزاما أمام منظمات المجتمع المدني لتصبح شريكا في عملية التنمية والاستفادة من مواردها البشرية والمادية ومن الخبرات التي تكتنزها. إذن لهذا أصبح كما تعلمون جمعية الأصدقاء المستشفى الإقليمي المحمدية وعدد من الجمعيات الشريكة لها حاليا تتواجد معنا 6 جمعيات من المجتمع المدني تنشط معنا ومعنا شراكات معها، وهذا أول جمعية هي جمعية الإخلاص للتنمية الاجتماعية بمحمدية والتي كانت تراسل من قبل الجهات المسؤولة وكانت غيورة عن المستشفى مولاي عبد الله، وقامت بعدة مراسلات من الوزارة ومن السيد المدير الجهوي ومن السيد المندوبة، ولهذا وأصبح وقع قطاع الصحة كما الحال هو عليه. لهذا يعلم الجميع أن مستشفى مولاي عبد الله يتواجد فيه 148 سرير، 16 سرير لأمراض العقلية و10 للمستعجلات و8 لتصفية الدم، وما تبقى فهو داخل المستشفى. لهذا مستشفى مولاي عبد الله يتوفر على 28 طبيب جراح، وهذا الأطباء لا نحتاج منهم إلى 6 أطباء لأن الأطباء الآخرين كلهم غير زيدين على المستشفى مولاي عبد الله، تخصصات ديالهم غير ملائمة مع المستشفى المحلي، لأن هذا الأطباء نحتاج إلى 6 أطباء أو 7 أطباء منهم 4 أطباء جراحين، وما تبقى المستشفى المحلي بمحمدية يحتاج إلى المستشفى الجراحة العامة وطب النساء فقط، لا يحتاج تخصص آخر، لأن شي تخصصات هنا كاين شي أطباء هنا كنسميهم أطباء أشباح وكتبتوا عليهم عدة مرات لأنهم أطباء أشباح غير مخبين هنا، منهم طبيبة المختصة في طب النساء في طب الأطفال لأنك تجي يوم في الأسبوع، وما تبقى تعمله خارج المستشفى في المساحات الخاصة. لهذا كما يعلم الجميع 15 طبيب عام كان 6 منهم في المستعجلات وما تبقى كله تم توزيع ديالو. طب الأسنان أنا جاك السي خالي 15 طبيب طب العام 6 في المستعجلات وما تبقى تم توزيعه داخل المستشفى بطريقة ديالهم خاصة. 104 الممرضين كاين 104 ديال الممرضين داخل المستشفى كلهم متوزعين عند جميع المصالح، وكاين 44 موظف وكاين 2 لفارماسي وكاين 6 اطباء للاسنان
وهذا طب أسنان لا يحتاج إليه مستشفى مولاي عبد الله. لأن علاش؟ لأن كاين شي تخصصات مثلا ديال زرع الأسنان أو ديال بزاف التخصصات غير موجودين في مستشفى مولاي عبد الله وبفوتي واحد. ستة الأطباء ديال الأسنان كيخدموا بفوتي واحد، ما معنى كل طبيب تيخدم جوج في الأسبوع وما تبقى يعملون في مصحات خاصة أو في عيادات خاصة، وبعض التخصصات لا تحتاج إليهم مستشفى مولاي عبد الله. وهذا جاء على لسان السيد المدير، قال بالحرف أنا لا أحتاج إلى طب الأسنان وإنما أحتاج إلى ممرضين في قاعة العمليات. أما الممرضين في قاعة العمليات يتواجدوا 11 ممرض مبنج. إحنا مستشفى مولاي عبد الله لا نحتاج إلى 11 ممرض مبنج. علاش؟ نحتاج إلى 5 أو 6، لأن 3 قاعات العمليات في مستشفى مولاي عبد الله، قاعة الجراحة العامة وقاعة طب النساء وقاعة طب العيون والعظام. لهذا اقترحت عليهم أنا مع إدارة المستشفى هاد الأطباء هاد الممرضين المبنجين يتم إدماجهم كياد مساعدين عند الحاجة. علاش؟ لأن كنتفاجئوا كنمشيو كنلقاو هاد الممرضين كيخدموا في مصحات خاصة وكنعرفوهم الواحد بالواحد وتيخدموا في المستعجلات، بمعنى تيعبروا الطونسيو تيبيكيو تيديروا الأكسجين، لأن هاد الحوايج هادو معطيين ليهم. ثاني اقتراح ديالنا، قلنا عدد من الاختصاصيين، كنا درنا واحد الطلب للسيد المدير الجهوي السيد المندوبه باش تتم احاله ديالهم على المديريه الجهويه، لان هذوك الطب هذوك الجراحين اللي زيدين خارقين مشكل دوك الجراحين اللي كاينين في المحمديه واللي محتاجين لهم حنايا في العوض. فاش انسان يفتح على 3 ايام كيفتح على 15 يوم ياك. عندنا نقص في الاطباء ديال الحلاقم والحنجره والانف. علاش عندنا في المحمديه طبيب واحد الحنجرة الحلاقم سميتو؟ لأن كاين طبيب واحد، كانوا جوج، واحد خرج لانتريت وبقى طبيب واحد. محتاجين عاود ثاني المستعجلات. حنا المطلوب ديالنا من المستعجلات كما جلسنا مع الناس بأنهم مطلوب مجانية في المستعجلات. علاش مجانية؟ لأنه كون ما كانش كون كانت المجانية هاد زكريا غادي يخضع واحد الفحوصات طبية أولا، لأنه هما طبقوا داك القانون خصو يتسجل خصو يخلص يكون شي واحد من العائله ديالو باش يقوم بالراديو يقوم بالسكانير. لو كانت هذيك المستعجلات مجانيه هاد زكريا على الاقل غيكتشف الامر ديالو او غيكتشفوا ليه الامور ديالو. ثانيا حنا المطالب ديالنا كجمعيه اصدقاء المستشفى الاقليمي المحمديه هو زياده ميزانيه ديال المحروقات ديال سيارات الاسعاف باش دوك الناس اللي كينتقلوا للدار البيضاء او ينتقلوا اي مستشفى ما يلقاوش الصعوبات في هذيك التاديه ديال ديك 100 درهم. ثالثا عندنا المواعيد، حنا ضد المواعيد. حنا كنقولوا لهم هذاك مركز التشخيص اللي كاين تما خاص تم توسيع البنايه ديالو باش يولي يحمل دوك الاطباء كلهم. في العوض فاش يبقى انسان ياخذ رونديفو على 3 شهور او 4 شهور غادي يولي المواعيد يجي يوم على يوم. وهذوك الاطباء القانون اللي مخول لهم ديال وزاره الوظيفه العموميه، هذاك الطبيب خصو يكون من 8 ونص ديال الصباح حتى 4 ونص ديال العشيه. ما كاينش شي قانون اللي كيدير ليه لانسترانس او تيدير ليه سميتو الا الاطباء المداومين. فيما يخص المستشفى مولاي عبد الله، حنا عندنا بزاف الاقتراحات. الاقتراح الاول هو افراغ البنايه الطبق الثالث من الموظفين اللي خرجوا على التقاعد ومازال حاليا تيسكنوا تما وتيسكنوا الاولاد ديالهم هما توفوا. ثالثا الاقتراح اللي عندنا حنا واعر، جينا عندهم وقلنا لهم ودي بلاصه الاداره غادي ديروها الميديسين. علاش؟ لان الميديسين كيجيو الناس ديال السكر، كيجيو الناس ديال الطونسيو، كيجي واحد مقطوع على رجلو غادي يولي يجي هذيك البلاصه فين كاين الاداره واللي فيها دوك البيروات اللي جالسين فيهم دوك الموظفين الاشباح، ولي تما تطبيب وتولي تسهيل على المريض. تعرف فاش يطلع في الدروج حتى للدوزيام ايطاج كيولي في المكان السفلي تما تم قم العلاجات ديالو. ثالثا عندنا واحد الاقتراح واعر حنايا مستشفى مولاي عبد الله، بالنسبه لي كيبان لي انا راه كافي خصو غير تسير. وحنا سيدي ما تنقولوا تسير العشوائي، تسير الارتجالي، تسير هذه لا من طرف المندوبه لا من طرف السيد المدير. لهذا اصبح لزاما علينا كجمعيه المجتمع المدني الوقوف كلنا واحد ويد واحده لتصدي هذا القطاع النهوض به
ويقوم امام اي فاسد كيما يكون النوع ديالو كيجي يسير هذا القطاع الحيوي نقوموا بالتصدي له. من ضمنهم هذه السيده المندوبه راه مني جات وهي غير كتضحك على المواطنين كتقول لك درت ودرت وخير وخير دليل خير دليل هو ذاك اللقاء ديال ذاك النهار قدمات ارقام خياليه وارقام وهميه ونسبه وفيات ما كاينينش وكتقول لهم السكانير كاين وكتقول لهم المستوصفات انا تغطيهم بالتلفازات وبهادي هادشي لا يوجد. وحاليا حنا كجمعيه المجتمع المدني حنا في التهي غادي نقوموا بحال الشكايه الى السيد وكيل العام باش يفتح تحقيق في جميع الاختلالات اللي كاينه في مستشفى مولاي عبد الله واللي اللي دار شي خلل يتحمل المسؤوليه ديالو. وهذا ما اقوله والسلام عليكم. اذا